دقيقة للتشخيص ولإعطاء حلول، بما أن المجلس ديال الجامعة فبداية السنة قام في إطار إعداد برنامج عمل الجامعة بواحد اللقاء موسع لتدارس المشاكل اللي كيعرفها القطاع ديال الرياضة. يعني الآن كتكون واحد المسودة عند المجلس عند اللجنة كنطرحوا فيها وكيشوفوا التصور ديالهم لمعالجة الرياضة. طبيعة الحال التصور ديالهم يكون مأخوذ مشاركة مع القطاعات الخارجية المختصة باش تعطينا واحد البرنامج عمل اللي يمكن حنا كفرق رياضية ونوادي نتمشاو فيه. كذلك كنظن أن الجمع اللي كاين الآن هو جمع مختلط، كنا على الأقل حددوا لك ورشات باش نفصلوا ما بين الرياضة والجمعيات اللي في داخلة في جمعية الأحياء، والرياضة كرياضة كحق دستوري اللي كيخص التصور ديالو عند الجماعة، تصور عند جمعية الأحياء، وكننتقلوا عند الرياضة كاحتراف داخل العصب والجامعات الملكية، لأن هذا عندها المسائل ديالها والتخصصات ديالها ماشي بحال الجمعيات والمطالب الأخرى. إذا تحددنا بعض هذا كيجيو أن الكل يتطلع للنتائج وكيتكلم على غياب النتائج، فشنو هو النتائج المرجوة اللي باغيينها؟ سواء القطاعات المشرفة على الرياضة، قطاع شريف الرياضة مثلا، شنو طالب اللي واش كيشوف كاين تطور في الرياضة المحلية ولا لا؟ أنا كنظن لجينا الإحصائية التطور كاين في الرياضة على المستوى القاعدي، مجموعة ديال الفروع الجديدة اللي تأسست، ارتفاع عدد الممارسين، إذا كاين واحد التطور. النتائج ما يمكنش تجي اعتباطية في غياب برامج. البرامج راه ماشي ديال النوادي بوحدها، البرامج ديال الدولة ديال المنتخبين، المجلس البلدي، المجلس الإقليمي، تكون عنده تصور شنو بغينا. المدن الأخرى كتشتغل هكا في المغرب ماشي في أوروبا، هي الشاغلين بهذا الشيء. يعني ملي كيكون واحد الفكر شامل داخل المدينة للرفع من الرياضة وجعل الرياضة، إذا خدينا المرجعية كما جات التدخل هي الخريطة، يعني الرسالة الملكية ديال 2008، فجا من وراها الدستور 2011 الفصول 29 33 34 وأكد على دور الجامعة في الدعم والتنمية ديال الرياضة. إذا حنا هنا ملي كنهضرو على التشارك كيخصنا يكون واحد التشارك، كذلك اللي كنأكد عليه هو أن المساهمين في الرياضة خصهم يديروا شغلهم، هما المجلس البلدي، المجلس الإقليمي، الجهة، المديرية الإقليمية للشباب والرياضة، المبادرة.